اما هلا وصلنا لمساحتنا اللي كثير بنحبها وكل شيء تشاركي انا وياكي بنحكي عنها كثير صحيح. اكيد اليوم بنحكي عن قد ايه مهم اليوم التواصل مع الاطفال نور. كثير مهم يعني الحوار. بتلاقي التواصل اللفظ الحكي في شيء اسمه الذكاء اللغوي الذكاء اللفظي قديش الطفل بتلاقي فعليا في اطفال بعمر معين بيختلفوا عن اطفال في فروق فرديه بيفاجئك بتفاجئي بدي اقول لك نفس النقطه بعبارات بتطلع انه انت انا طفلي اليوم بهذا العمر عم يحكي بهي الطريقه يعني صحيح 100% اكيد اكيد مرقت معك اكيد في يمكن عبارات بتصفني فيها انه كيف عم يحكيها او كيف عم يعبر عنها طفل عمره 3 سنوات او 4 سنوات لنحكي عن هيدا الموضوع اكثر معنا الاستشاريه الطفوله المبكره عبير الكردي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير عبير. اهلا وسهلا بحضرتك. دائما نحن بنشجع على موضوع الحوار مع الاطفال وبنحكي عن كثير قصص او مزايا بتخص تربيه الاطفال. اليوم خلينا نسلط الضوء على الذكاء اللغوي، شو هو اذا هيك حبينا نبسط المعلومه اكثر. هلا اذا بدنا نبسط المعلومه كذكاء لغوي فهو مستوى قدره الطفل على التواصل الجيد واستخدام اللغة وتوظيفها بالمكان الصحيح. يعني الحصيلة اللغوية التمتع بحصيلة لغوية كتير عالية للطفل وبيستخدمها وبيوظفها بطريقة كتير حلوة. مفردات أو لفظ عم نحكي هون؟ مفردات أو اللفظ؟ كلمات لفظ هلأ لفظ الحروف لفظ الكلمات هلأ كذكاء لغوي نحن لغويا كذكاء لغوي فهو التواصل طريقة التواصل صحيح. الصح وإخراج التعبير صح. طب خلينا نحكي عن أهمية هذا النوع من الذكاء لما نقول ذكاء لغوي قديش بيأثر حتى على شخصية الطفل يعني وبناء شخصيته بنشوف حتى بيكون ملفت يعني بتشوفي مختلف عن الأطفال الآخرين بتلاقي ملفت للمحيط للبيئة للناس اللي حواليه. هلا الطفل اللي عنده ذكاء لغوي فورا نحن اصلا يعني ما بدا شطاره الواحد يكتشفه لهذا الطفل لانه هو متكلم جدا متحدث جدا بيعبر عن مشاعره وبيعطي اراءه بيتواصل مع الافراد وبيتواصل اجتماعيا كثير تواصله بيبقى كثير حلو. ما عنده خجل بيقول هيك بالعامه بياخذ فورا في طلاقه على الاشخاص حتى الغريبين يعني بتلاقي بيتحدث معهم فهو يعني. في عنده طلاقه كثير كبيره بتكون هلا طيب نحن هاي المهاره كرمال نعززها بالشيء الايجابي وما نروح للشيء السلبي فيها، اليوم كيف قادرين نحن كامهات والاهل بشكل عام تعزيزها من دون ما تروح للاشياء السلبيه؟ هلا نحن وقت بنكتشف انه هذا الطفل مثلا عم يسرد قصه، عم يحكي استمع يعني هو عنده كمان ذاكره كثير قويه فهو استمع على حديث وفورا حكاه بطريقه كثير حلوه فانه نحن بنشتغل عليه انه مثلا نخليه يقرا اكثر يتابع اكثر القراءه كثير بتفيده سرد القصص كثير بتفيده قراءه القصص فنحن لنعزز هذا الذكاء عنده ونقويه فهو لازم انه نتواصل معه شفويا كثير منيح مشان يعني يعلى عنده المستوى وكمان بنفس الوقت ما نحبطه يعني هلا في عندنا مثبطات للذكاء فمثلا انه ما نوبخه على موضوع تعبير ما عرف يعبر فيه مزبوط او كذا يعني هي الاشياء كثير بتاثر على الطفل وقت مثلا التوبيخ يعني ما لازم نوبخه ابدا فهو وقت عم يتحدث لا انه لو مثلا في مثلا بعض الاحاديث يكون عنده في طريقه تعبير غلط فنحن لا نسمع عليه ونحاول نصح يعني اذا بنحكي عن نقطه التوبيخ او تعزيز هي المهاره عند الطفل تعزيز هي المهاره نقطه كثير مهمه لانه بنشوفها بالسنوات الاولى بس هي النقطه كيف فيني انا استثمر هي المهاره لانه احيانا بيكون لها اثار سلبيه على الاهل كثير من الاهل انه عم تحكي كلام اكبر من عمرك عم تحكي صحيح. كلام ما بصير تحكي ما بصير تردده هي كمان لها اثار سلبيه انا كيف فيني اوظف هي المهاره استثمرها كأم يعني احيانا بنشوف طفل سردي بيحكي لك الفاظ لغويه وبيسرد لك مع عبارات هي ممكن بالسنوات الاولى من ولغه جسد كثير مهمه عند الطفل فينا نستثمرها حتى بالمدرسه بقراءه القصص مثل ما قلتي وممكن التوبيخ بطريقه مختلفه اليوم بنشوف ما بصير تقول هذا الكلام هي كلام كبير عليك لا بقى تحكي بالسيره مثل ما قلتي ممكن يسمع سيره من اهله ينسخها هو يعبر بطريقته او يحكيها هلا انا كأم فيني احكي له انه انا بحكي هذا الحديث بيني وبينك بس انه بس ما تحكي ما في شيء اسمه انه ما بصير ما تحكي هيك صحيح. او ما بصير ما تعمل هيك يعني هذا كلياته بتقللي من ذكائه اصلا بيصير عنده ذكاء اللغوي بيوقف تقريبا فهو ما بيستمر بالذكاء هذا اللي عنده فانا بحكي بيني وبينه انه انا الكلام اللي بيني وبينك
بحكي هو يعني صح، بس انا بيني وبينك مثلا مو قدام الناس مو قدام هذا العمر. نقدر نحن اليوم نعطي ثقه لطفل بهذا العمر انه هذا الحديث بيني وبينك ماما، انه ما بدنا حدا يسمع فيه مثلا هيك؟ نحن هلا هو هلا هو ما بتحسني على حسب الطفل بصراحه، يعني خاصه اذا كان متكلم ويتحدث ويحكي كل شيء برا. صحيح. بس على فكره يعني هلا نحن هلا بوقت الاكثريه بالعكس الطفل كثير ما عم يحكي اصلا. يعني اذا ما جيت وسحبتي منه الكلام مثلا شو عملت بروتك او شو حكيت، صدفه لتلاقي هذا الطفل المتكلم اللي هو بيعطيكي كل شيء. هون المشكله المحيط اللي بحب دائما يسحب الكلام من الطفل، يعني بعيدا عن جو الام والاب، يعني وهي نقطه كثير يعني خطره على فكره على الطفل. يعني هلا نحن هلا انا مديره روضه، فبالروضه عندي احيانا الطفل للصراحه يعني بيكون كاميرا كامله للبيت وجاي فانا هون يعني انا كاخصائيه او كتربويه ومربيه له لهذا الطفل، فانا كيف ما بخليه ينقل الصوره، لانه مثل ما نقلها لي رح ينقلها لغيري. صحيح. فانا كمربيه فانا لازم نبهه عن طريق قصه، عن طريق حكايه، عن طريق اي شيء لعبه فيني، أن أقول له أنه هذا الشيء يستوعب هو وتصله الفكرة أنه هذا الشيء ما بيصير. صحيح. يعني هذا اللي عم تحكيه ما بيصير ينتقل للكل. طيب عبير، هيك بختام حديثنا لليوم نصائح عامة لكل حدا عم يشوفنا ولكل الأمهات. هلأ نصائح عامة أنه نحن لازم نتواصل كتير شفوياً مع أولادنا، نستمع لهم كثير، نحاول انه كثير نحكي معاهم مشان ننمي هذا الذكاء اللغوي عند الطفل. صحيح. كثير احيانا انا بدي اخلي الا بعدين خلص بعدين، يعني انه في حكي كثير، يعني احيانا بتوصل لمرحله انه انت ما انك قادره تسمعي، يعني كمان الضغوط يعني، بس ما نعذر دائما بتقول لنا كاخصائيين اجتماعيين ما نعذر. صح، لانه هذا الطفل بدك تسمعيه يعني 24 ساعه تواصل لحتى ينام. ما فيك لا ما فيك اكيد اكيد ما فينا يعني هذا الطفل بهذا العمر بالذات فهو عنده النمو العقلي السريع، النمو التواصل عنده سريع، فانه لازم نسمع بهذا العمر كأطفال. أكيد بدنا نشكرك بختام استشارية الطفولة المبكرة عبير الكردي، شكرا كثير لك. شكرا يا عبير، وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا.